طيب النهارده بقى هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل شويه رقاق ناشف عادي جدا، الطريقه التقليديه بتاعتنا بتاعت جدودنا زمان، لان في ناس كتير قوي بتطلب الحاجات التقليديه اللي يعني البسيطه، مش عايزين يفتكسوا فيها في حشوات كتيره. هنعمله لان في بنات لسه باعتين لسه بيبداوا حياتهم وعايزين يعملوه ويعملوها طريقه مامتهم، بس ايه، بطريقه سهله وبسيطه. فانا بحاول اسهل على قد ما اقدر، وكل ما بيطلب مني حاجه صدقوني ما بنساهاش. طيب ننزل بمقادير الرقاق بتاعنا. عايزين الرقاق، يلا. الرقاق عندي، صينيه الرقاق عندي، رقاق ناشف بيتباع طبعا في الافران كلها وفي كل حته احنا نقدر نلاقي الرقاق ده، في الافران وفي السوبر ماركت بيبقى لفات كده كبيره بيبقى فيها الايه، الرقاق. وعندنا لحمه مفرومه وبصل مفروم، وعندنا ثوم مفروم، وعندنا ملح وفلفل، وعندنا بهارات لحمه، قرفه، جوزه الطيب، عندنا كمان كرات او مكانه البصل كده اكتفي، ممكن نحط بصل اخضر وبصل ابيض عادي، عصير طماطم وصلصه، زيت او زبده او سمنه بلدي زي ما انتم عايزين، وللوش عندي معلقه سمنه بلدي وقشطه بلدي. طيب انا عندي اهم حاجه المرق، ان انا اسخن المرق كده على النار واجيبه واحطه في بوله عشان انا عايزه اطري. يا حبايبي اتفضل، هناخد كده شويه مرق هنا، المرق انا مسخناه، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بقى تاكلوا احلى رقاق، عارفين كمان على ايه؟ على شوربه المواسير. بنقول الجزار عايزين ماسوره، ماسوره حلوه كده، وتيجي الماسوره انا اعملها مش مشكله، هاتوها بس. الماسوره الحلوه دي تتكسر وتتسلق وتبدا تايه، تدخل بقى تتسلق، ناخد الشوربه بتاعتها مع بصلايه مع رشه ملح وفلفل مع ورقتين لورا، وتاكلوا احلى رقاق معمول بشوربه المواسير دي. لو احنا مثلا لا عندنا بط ولا عندنا حاجات ايه نعمل عليها الرقاق، هاخد كده مسحه سمنه او زبده اللي موجود يعني عند حضراتكم، خد من هنا السمنه عشان الرقاق بيحب السمنه البلدي قوي. هدهن كده اول الصينيه، صينيه تقليديه من بتوعنا العاديين جدا اهي. الرقاق ده كمان بيبقى نص جزء منه مقرمش وجميل جدا جدا. معانا فراوله حبيبتي ام حماده، صباح الفل يا فراولتي، فراوله الغاليه. عامله ايه يا زوزو؟ صباح الفل يا روح زوزو. الله يخليك، الله ما شاء الله، ايه البدر المنور ده يا روح قلبي؟ ده انا منوره عشان انتوا بس معايا وبتسالوا عليا وبتكلموني، منوره عشان مبسوطه بوجودكم معايا. خمسه عليك يا زوزو. يا روح قلبي تسلمين يا نور عينيا انت. ربنا يخليكي لاولادك ويخليهم لك يا رب. امين يا رب، ويخليكوا لي يا رب يا فراولتي يا غاليه. الله يخليكي، ده انت الغاليه. وسلمينا على المخرج وعلى سليم وعلى روان الذوق الجميل. بيسلموا عليكي كلهم اهم، لو تشوفي هم يعني ايه، فراوله معانا يعني عاملين حاله مهايبرين في الكنترول اهم. ربنا يخليهم يا رب. يخليكي حبيبتي. انت بتقولي الكيس متوفر، انا مش لاقياه اصلا. اللي هو ايه؟ الكولوسيز. الكولوسيز؟ برضه مش لاقياه. طب انت فين؟ قولي لي في العجمي انا عارفه. لا في محرم بيه. في محرم بيه؟ طب خلاص انا هبلغهم، انا هبلغهم بنفسي النهارده. والله ما لاقياه يا عظيم. والله لا بلغهم النهارده. هقول لهم اقرب طب مكان ليكي، قولي بس لروان وانا هاخد منها وهبلغهم دلوقتي الشركه على طول. عينينا ليكي يا فراولتي، ونبعتهولك مخصوص لحد عندك. لو في مندوب والله انا نبعتهولك يا حبيبه قلبي عينيا. حاضر يا فراوله ما تخافيش، وانا ههتم بالموضوع ده ما تقلقيش، زي كل اصدقائنا ما بعتوا الحمد لله توفر بعدها. بصوا اول ورقه ما بعملش الظهر، الظهر ده بيبقى ناشف خلاص، اللي هيتحط ناحيه السمنه، بحط الوش واحد بس، بعد كده بمشي وش وظهر في الايه، في الحشو. هعمل كده زي ما حضراتكم شايفين كده بالشوربه وهنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين قبل بقى ما ابدا احط الثانيه دي، هاخد كده بين فواصل الرقاق مسحه سمنه، مسحه ايه، سمنه هنا وهنا كمان علشان يدي الطعم الحلو ويخليه مقرمش كده. طبعا رقاق الطري مختلف، بس كمان رقاق الطري ليه ناس اللي بتحبه قوي. هعمل معاكم برضو واحنا شغالين كده شويه العصاج الحلوين. خليني احط هنا الحله الصغننه دي،
على النار هنا، واحط معلقه سمنه صغننه. لو اللحمه فيها شويه دهون ممكن نستخدم الزيت النباتي عادي، مفيش اي مشكله، بس انا هاخد كده. ماشي، طيب ناخد كده. اه طبعا، يا ريت، يا سلام ناخد مدام سميره حبيبتنا. سلام عليكم. السلام يا حبيبتي، صباح الفل. صباح الفل عليك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، ايه الحلاوه دي؟ يا رب يخليك يا روح قلبي. تسلم ايدك يا حبيبتي على السنيت الرقاق دي، جميله قوي. تسلمي حبيبه قلبي، تسلمي مدام سميره، كل ذوق والله. انا اعملها في البيت. نعم، الصوت واطي قوي يا اولاد. نعم، لا الصوت واطي، علقوا لي الصوت لو سمحتوا، اسمعوا هنا عشان اسمع مدام سميره كويس. ايوه حبيبتي. ايوه حبيبه قلبي. بصي انا عايزه العجينه نفسها، عايزه اعمله في البيت. الصوت واطي يا جماعه. الناس واطي واطي، مش سامعه. لا واطي قوي، انتوا بتعلوا عن كده. عجينه ايه مدام سميره؟ عجينه الرقاق ده عايزاه ناسف. من عيني، عايزاني نعمله اصلا، احنا نعمله. آه، عيني نعمله. اه نعمله انضف واحسن. حاضر، انا هستسمحك بقى بما ان احنا هنعدي رمضان، مش هقدر اوعدك في خلال الاسبوعين دول، لكن اوعدك بعد رمضان نعمله بقى، نبدا نعمل في حاجات حلوه بيتي نحتفظ بيها عندنا في اساسيات حاجاتنا بقى. ايوه انا اغلبيه الحاجه بعملها في البيت صدقيني. عيني والله، تسلم ايدك. احنا عرضنا على فكره، بس انت هتشوفيها ان شاء الله، مهلبيه قمر الدين. هتشوفيها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عايزه اقول لك الذكريات بتاعت رمضان بقى، كنا بنحب الامسكيه. الامسكيه؟ ها الامسكيه؟ ها عايزه؟ آه. كنا بنحبها جدا. انا كنت يا روحي عينيا 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 الاثنين. والفانوس طبعا، ده طبعا ده اساسا. ايه مدام سميره؟ والفانوس يا حبيبتي. والفانوس حاضر. يعني دي اكتر حاجات بتحبيها في رمضان؟ بالظبط. يا سبحان الله سبحان الله يا حبيبه قلبي والله. المهلبيه بتاعت قمر الدين دي ليه لازم اساسا. يا حبيبتي، يعني بتهتمي بيهم يا مدام سميره قوي. ها يا حبيبه قلبي، كلك ذوق والله. تسلمي. طيبين يا حبيبتي، وحضرتك بالف صحه وسلامه وسعاده يا رب. تسلميني يا حبيبي. تسلميني وميرسي على ذوق حضرتك والله. شكرا على مشاركتكم الجميله يا حبيبتي، وعلى روحكم الاحلى. تسلمي مدام سميره، وتحيه لاسرتك كلها والله يا حبيبتي، كل اخواتنا المسيحيين بجد والله، انتوا يعني ناس جميله. وشوفوا الناس اللي على الصفحه عندي، والله والله ما في اجمل منهم حقيقي. كده بقلب تقليبه علشان اعمل عصاج عادي جدا، ملح وفلفل حطيت هنا، ممكن احط شويه كرفس او بصل اخضر لو انتوا عاوزين. طبعا امبارح كان استاذ احمد الدبيكي كان طلب مننا الزيتون الاخضر، واحنا عفوا للوقت والله يا فندم ما قدرناش نعرضه امبارح، لكن النهارده ان شاء الله هننزله دلوقتي لحضرتك حالا دلوقتي. هنعمل كده. طبعا الرقاق في ناس كتير بتحبه قوي، بيكون يعني فاتح اللحمه على لونها. معانا اهو المخلل، لو هنعمل 5 كيلو زيتون اهو، هنحط عليهم ربع كيلو من الفلفل الحار اللي هو القرون، ربع كيلو من الجزر المجروش، وليمون مكعبات متقطع صغنن جدا، والليمون ده لما بيتخلل بيتاكل بعد كده على فكره من ضمن المخلل. وعندنا كرفس وكوبايتين من عصير الليمون، الليمون اللي هيتبقى بعد العصر نشيل منه شويه، نقفل بيهم البرطمانات يا استاذ احمد. نص كوبايه من زيت الزيتون، لان احنا هنعمل زيتون اخضر بقى وهنكلف فيه، بنعمل بقى زيت الزيتون ناكل طعم زيتون بيتي رائع زي اللي بتعمله لنا ام اسلام كده، وانا ايه كلت منه شويه امبارح دول. رائع، تسلم ايديها وعينيها حبيبتي. كده الزيتون بيتنقع الاول من غير ما نعمل الشق فيه، لان لو اتشق الزيتونه قبل ما ننقعها هتصفر، هتلاقيها غمقت مع الوقت وبقت لونها مش حلو، لكن لازم احنا ننقعه سليم، وبعد ما نصفي ميته كذا مره نبدا ناخده نعمل الشق فيه، ويبقى على التخليل عشان ما يسيبش اثر مش حلو في لون الزيتونه، تبقى شكلها مش حلو وما يجلدش كمان. كده تقليبه، بصوا العصاج جميل ازاي، رائع. تعالوا بقى نكمل ايه الرقات بتاعت الرقاق، لحد 4 رقات او 5 في الصينيه على حسب حجم الصينيه. معانا حبيبه قلبي ام جوزيف،
حبيبتي سلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل، عامله ايه يا حبيبه قلب؟ لا ده انت لازم تقولي لنا ذكرياتك في رمضان بقى يا ام جوزيف. عمال اعمل في الحاجات اللي انت ربنا يديك يا حياه قلب. يا رب ما تقوليش كده يا روحي. لا ده انا عارفه ان انت بتحبي مهلبيه قمر الدين وبتحبي تقوس رمضان قوي. كله عملته وزدت زياده يا شيف عظيمه، اعمل ايه معاكي طيب؟ لا ما تقوليش كده، ما تقوليش كده يا حبيبتي. يا حبيبتي ما تقوليش زدتي، ده انت خير والبركه وانت زي القمر في كل احوالك يا ام جوزيف. بص بقى، طب انا جبت نص كيلو كنافه وعايزه اعمله احط له جبنه من جوه يا شيف عظيمه. يعني عايزه تعمليها نابلسيه يعني؟ انت عملتها امبارح بس. ايوه النابلسيه هقول لك، عندك موتزاريلا وعندك جبنه ايه جايبه؟ ايه قريش ولا جايبه ريكوتا ولا جايبه ايه؟ لا اللي هي الجبنه العاديه اللي هي بص اللي هي الكريمي. طيب خلاص بس ننقعها شويه عشان نطلع نسبه الملح فيها ما تبقاش مملحه، ونغير الميه اربع مرات كده. ماشي. وانا هنزلك المقادير دلوقتي حالا. عيني ليك. ماشي يا ست الكل. عيني ليك يا ام جوزيف، وصحه وهنا على قلبك يا حبيبه قلبي. شوفوا النبي روح الناس الجميله، يعني بسم الله ما شاء الله. والله انا لسه كان حتى يعني اقول ايه بس يعني في اصدقاء بيبقوا دايما تلاقيهم كانوا يصوموا معانا، والله فعلا يعني يصوموا معانا وما ياكلوش ويبقوا عازميننا على الفطار، يعني بكلمكم بجد، وبيبقوا هم اللي عازميننا على الفطار ونفطر كلنا في وقت واحد مع بعض، ويحترموا جدا جدا الصيام. ولو كان حد بيدخن ولا حاجه يقول لك انا مش هدخن عشان في حد، في ناس صايمه. يعني شوفوا الادب والمراعاه لمشاعر الاخرين الى اقصى الحدود الحقيقه يعني. ف دي من بقى مش مهم، اتكسرت انا احطها في النص عادي جدا، طالما في النص مفيش مشكله اهي تتلحم. ايوه على رايهم طبعا. اهو وهجيب كده معلقه سمنه وهنزل بعد اذنكم الايه الكنافه النابلسيه عشان اللي احنا عملناها لام جوزيف حبيبتي. هعمل كده سنه وهاخد بقى ال بصوا العصاق خلاص نشف تماما بقى جميل ازاي اهو، هاخد كده بصوا اهو، ناخد بقى بسم الله. ما انا لحقتك اهو، اهو انا ما اتكلمتش، انا لحقت كل حاجه. وهاخد كده لوش مثلا نغرف بيه مع مغرفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد اللحمة المفرومة الحلوة، بصوا بقى المعصبة الحلوة دي، ومعانا حبيبة قلبي أم إسلام. صباح الفل والياسمين. صباح الفل يا حبيبتي. عاملة إيه يا روح قلبي؟ وحشاني الحبايب كلهم ورا بعض. أيوة طبعا، وأنا يعني ده أنا يعني داعيني أهلي داعيني والله، خصوصا أم جوزيف حبيبتي دي مليون خط. يا حبيبة قلبي تسلمي يا روحي، ربنا يديم المحبة بينكم ويخليكم ليا دايما والله. يا حبيبتي دايما مجمعانا كده يا حبيبتي. امين يا رب ويديم المحبة بينكم. تسلم ايدك يا حبيبتي، ثانية الرقة دي انا مستنياها بقى. يلا ابعتها لك، على فكرة افتكري كويس الكلمة، احنا فيها لسه. احنا بينا معاد كده في السكينيك. عايزة اقول لك بقى الكنافة بالجمبري اكتر من رائعة. ما هو تسلم ايد اللي عملتها، وانا اللي عملتها. انا لسه ما عملتش كنافه بالجمبري. لا قلتي والمقادير امبارح. يا حبيبه قلبي اللي عملتها هي اللي تسلم ايديها، اللي وقفت وتعبت وعملتها. اهم حاجه الفكره كانت ناجحه معاكي يا ام اسلام. ايدي بجد واديتك الشكل الحلو اللي انت حباه. جميله. طب الحمد لله. وخصوصا التتبيله لما انا سبتها شويه يعني شويه حلوين في التتبيله. تسقع. ايوه صح. هو ده الكلام. وحطيت كمان هوت صوص كمان فيها وصويا كمان. الله الله. ففعلا ادي طعم حلو جدا ما شاء الله. وسبتها برده شويه في الفريزر ما شاء الله عشان تتلج شويه. تبقى جميله وماسكه نفسها واحده بوحدتها كده. تحمريها كده تبقى ما تفكش ولا حاجه. ايوه حلوه قوي قوي. تسلم ايدك وصحه وهنا على قلبك حبيبتي. كانت السفره حلوه قوي امبارح يعني. دايما عامر بوجودك يا حبيبه قلبي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. دايما عامر. عايزه اقول لك بالهنا والشفا للزيتون يا روحي. انا لسه فاتحه ده، كان عندنا ضيوف ويعني كلوا من الزيتون. هو احنا ناقصين ينقص الزيتون؟ لا يلا زي بعض بالهنا والشفا يا حبيبتي. بس عايزه اقول لو الاستاذ احمد هيعمله عايزه انصح كل واحد ما يعملوش سليم ابدا يا عظيم. سليم أبداً. لا ما انا بقول اهو. ابدا سليم يعني حبيبتي. قول لنا طب تجربتك مع السليم ده يا ام اسلام. نعم قول لنا تجربتك مع السليم ده لما عملتيه. لا مش حلو خالص يا عظيم. خالص بجد. لان كانت اول مره اعمله سليم. اول مره. فهمت. انا طول عمري لازم اشقه. صح.
فلازم عارفه لو هتخليه من السنه للسنه لازم برضه لازم يبقى ياخد الشق الخفيف ده. اه حتى العزيز اللي رفيع ما بقاش ملحم ده برضه بنشقه لازم. ايوه لازم يتشق. عارفه بقى لما طلع مش حلو خدته وقطعته علشان مثلا بيتزا فطاير مش عارف ايه. بعمل منه سمبوسك، بعمل منه بيتزا اي حاجه. حلوه قوي. حلوه قوي، تسلم ايديكي وشكرا لان انت يعني بتدينا نصايحك الحلوه دي والله يا ام اسلام. ربنا يبارك لك ويحافظ عليكي حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، يبارك لك كل كرور برنامج. امين. استاذ احمد سلامي ليه ومدام سالي وشيكو يا حبيبتي. كل ذوق كلكم، ربنا يبارك لكم ويحافظ عليكم يا حبيبتي. امين وعليكم جميعا يا رب، ويخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا. شكرا ليكي حبيبتي. تسلمي يا ام اسلام، شرفتيني ونورتيني يا حبيبتي. استاذ احمد تسمع السلامات دي كلها هنختالك بعد كده. احنا بس لولا ان ام اسلام سلمت على سالي فمش مشكله المره دي، هنفوتها لك. حاضر. انا بس ايه، اولا بقى عندنا وش اللبن احلى حاجه في الرقاق ده، مش قشطه بلدي نشتريها، وش اللبن. وش اللبن بتاعنا بنشيله نحتفظ بيه كده. تعالوا بقى اعملوا رقاق، فطاير، جلاش. الله 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 الله. هتلاقوا، انا بس مش عايزه اتاكد دلوقتي، هحط بس الاول الايه، معلقه السمنه المسحه الخفيفه من السمنه الحلوه دي، السمنه البلدي كده. ننزل بقى مقادير الكنافه لحبيبتنا ام جوزي. بصوا بقى اخر حاجه قبل ما تمشي يا مخرجنا، شوربه كبشه واحده بس هحطها كده، كبشه واحده. لا هيسيس ويبقى ميه. لا كده بصوا بقى، وهبط كده خفيف بايدي خفيف اهو، خلاص كبشه ايه واحده، مفيش اكتر منها. خلاص اهو. وبعدين هاخد القشطه، القشطه بقى وش اللبن، قشطه بلدي اللي يعجبكم. خلاص ونعمل بقى ايه القشطه بتاعتنا الحلوه دي. الله الله. طبعا وش اللبن ده لو عايزين تحتفظوا بالرقاق كمان في الفريزر، في الديب فريزر مثلا، تبقوا مجهزين وحطوا عليه القشطه وشيلوه في الديب فريزر على طول جاهزه بقشطته تجمد فوق وعادي جدا اهو. وادي الرقاق هندخله الفرن، الفرن عندي 180 على الشبكه في النص عادي، مش هياخد وقت ولا حاجه. صينيه رقاق تقليديه بسيطه من بيوت امهاتنا وجداتنا زمان، مفيش احلى منها بصراحه اهو. وهبدا بقى ايه اقلع الجلافز ده وكده. عملنا رقاق احلى بقى، شويه رقاق اقول لكم عليهم بقى لما يتبقى عندكم رقاق بيتي بقى انتوا اللي عاملينه بايديكم، عشان زمان احنا كانت لازم ماما توصي على الرقاق ده يتعمل لنا مخصوص، والست تبقى عندنا قاعده بتخبز في الرقاق كده. مش هنسى اسمها، كان اسمها ام اشرف. حاضر. وكانت تيجي السبت الكبير ده يتملي رقاق كله، وكنا بقى نقعد بالليل احنا لما نحس ان احنا عايزين حاجه حلوه نقوم نعمل الرقاق باللبن والسكر والفانيليا. عايزين ايه؟ حاضر عينيا. فنعمل بقى ده، او ساعتها نعمل من الرقاق ده كنا ام علي، كان زمان بقى ما كانش فيه بقى الرقائق دي منتشره قوي زي دلوقتي كفكره يعني، فكنا بنعمله بالرقاق. تعالوا بقى ندخل ده الفرن بسم الله على الشبكه هنا في النص ونقفل. خليني ابص بص على الرقاق. بصوا بدا الرقاق يلون، لسه ما خدش بس بوري حضراتكم برضو هنا، مش عارفه الصينيه كده هتبان ولا لا كده. هلفها بس هنا عشان يبقى من كل النواحي. لسه بدات بقى القشطه اتشربت وبدا بقى خلاص ايه تنشف بقى، لسه يعني قدامه شويه. بص بص على الرقاق برضو قبل ما الدنيا يعني ايه ننساه كده في طريقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف اخباره ايه. حره الكرار. بصوا كده هديله بس تحميره تاني، احنا ممكن بقى نقلبه لان هو سهل قلبه جدا. بصوا القشطه عملت ازاي من فوق الوش. ندي بس الجنب ده كده يا اما نقدمه على طول، روعه ازاي والقشطه مخلياه في طراوه وفي طعم. نقدر نقلبه الناحيه الثانيه لو انتوا حابين، انا بصراحه بحبه كده، وهما كلهم اللي هياكلوه عايزينه كده. فاحنا بس انا بقول لحضراتكم فيه ان احنا هنقلب الصينيه دي على اي صينيه مفروده ونرجعها تاني نفس الصينيه بتاعتها وندخله الفرن كمان 5 دقايق يبقى واخد من تحت.